لا الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم المحاضرة 13 مادة الهيومن جينيتكس اللي نتحدث بها عن الليثال جينز أو ما يسمى الجينات القاتلة. الليثال جين نعرفها نقول هي يعني جينات راح تسبب لنا بالبيابوليتي ريدكشنز of individuals or become a cause for death or individual killing them. يعني راح تسبب لنا فد انحسار بعدد بعدد يعني المجتمع معين بسبب انه يعني افراد من دول المجتمع يحملون هاي الجينات القاتلة اللي تتوارث وتسبب امراض خطيرة تسبب اختزال المجتمع. بعض انواع الليثال جينز اللي هي تسبب لنا موت الفرد يعني في مرحلة الجنين أو حتى في مرحلة البيضة المخصبة يعني بالمراحل البدائية للإيرلي إمبريونيك ستيج، وبعض هاي الليثال جين لا تطلع بالليتر ستيج أوف ديفلوبمنت يعني في مراحل متقدمة من العمر. شلون تصير هاي الليثال جينز؟ الليثال جينز تعتمد على المكان اللي تأثر به، يعني مكان إذا كان حساس مثل ما نقول كريتيكال فور لايف راح تصير ميوتيشن بالجين أو أحد أليلات هذا الجين راح تسبب لنا فد ديفكت خطير به وبالتالي تؤدي إلى الوفاة. الليثال جينز أما تكون dominant أو تكون recessive. من تكون dominant طبعا تكون أكثر خطورة، لأن إذا مجرد الجين يعمل قليل واحد مصاب راح يطلع تأثير الجيني على الفرد ككل. fully dominant lethal قليل يقتل ال cult organism in both homozygous and heterozygous conditions. Certain lethal genes alleles kills organism in homozygous condition only اللي هي تكون في حالة الريسيسيف، يعني مجرد لازم تكون الأليلية مصابين يلا تسوي defect أو تسبب وفاة. lethal gene اكتشفها العالم الكندي أو اللوشيان كونوت اللي درس وراثة الكوت كولر مايس أو فراء الفئران اللي هو من خلال الـ يعني التضريب الوراثي اتوقع انه عادي يعني مثل التضريب المندلي انه احنا راح نضرب فرد بفرد راح ينتجونا 4 افراد يكونون 3 اصفر و1 ابيض، لكن خلال ملاحظاته أنه طلعوا عنده أفراد 2 خلال الـ يعني الـ من صار يعني نتج الجيل الأول بعد التزاوج. مثل ما تلاحظون هنا بالصورة أنه ضرب هذا الفرد اللي هو يكون هجين حامل lethal genes مع هذا الفرد أيضا حامل لل lethal genes، وهنا يكون هذا heterozygous وهذا أيضا heterozygous. من أجل أضرب هذا في هذا أضطرنا فرد حامل للصفتين هنا يعني راح الجنين هنا مباشرة يموت. بعدين أضطرنا اللون الأصفر اللي هو حامل بس حامل للصفة بس ما ميت. الفرد الثالث أيضا حامل للصفة بس همين ما ميت. الفرد الرابع اللي هو يكون باللون البراون يكون survive or live individual اللي هو يكون خالي من سليم وأيضا ما عنده أي فينوتايب للمرض. فمن خلال هاي التضريب إنه شاف بس 3 أفراد نتجوا خلال يعني أكو واحد مفقود، وبالنهاية انه عرف انه اكو فد lethal genes سببت يعني قتل هذا الفرد.
هنا أيضا رسم توضيحي يبين لنا أنه كاينات شلون سوى التضريبات مالته، وشلون نتجو عنده يعني أفراد نصهم يلو ونص نون يلو وربعهم ميت بسبب الليثال جينز. زين، بعض الأحيان تكون الموت الأفراد المصابين مو مباشرة مثل ما قلنا بالمراحل تكون fertilized egg أو بالمراحل الجنينية. It may even take years depending on the gene. In any case, if a mutation results in lethality, then this is indicative that affected gene has fundamental functions in the growth, development, and survival of organism. في أي حالة إذا الطفرة نتجت بالليثيلتي، نتجت بجينات قاتلة، وبعدين شفنا أنه الأفكتد جين أنه هذا اللي صار بيه الطفرة هو أصلا وظائفة جدا مهمة بعملية الجروث والديفلوبمنت والسرفايفل أوف أورجانزم، فهنا راح تكون خطورة جدا عالية ومن مراحل مبكرة أنه يفقد جين حياته. Type of lethal genes، عندنا عدة أنواع من ال lethal genes. عندنا ال recessive lethal gene اللي هو اكتشف أول ما اكتشف كوينوت. هذا ال recessive يكون أما dominant أو recessive وما يسبب لنا، but they do not actually cause the death unless organism carries two copies of lethal allele. يعني لازم يكون الأليلين متأثرات، مو فقط قليل واحد ويموت مثل راح ناخذه بعد شوية الدوميننت. فهنا يكون ممكن انه حامل، بس هو حامل هاي القليل الممرض، بس هو ما طالع عنده اعراض المرض. بعض انواع اللي ناخذ الاكوندروبلازيا والساستيك فايبروسيس والسيكل سيل انيميا، دول يعني احد انواع التايب اوف ليثال جينز. زين، نجعل الأكوندروبلازيا اللي هو type dwarfism caused by the recessive dominant allele، اللي هو يحتاج two dominant allele حتى يسبب lethality. Visual that homozygous dominant are never born miscarried. يعني مباشرة الجنين الحامل هاي الصفحة ما راح يولد وأصلا ولا راح يشوف الحياة، مجرد أنه راح يعني allele واحد راح يأثر على الفاكشنال جينز مالته. لذلك as phenotype ratio usually only include individuals who survive to bear the result ratio راح تتغير. يعني انه يكون عندنا ال dwarfism اذا يعني حامل الجين يكون متأثر بجينين هذا يموت، إذا يكون جين واحد موجود هو راح يكون يعني يسبب لنا الدوارفزم، يعني يعيش بصفات الدوارفزم أو صفات التقزم اللي نشوفها في حياتنا هذه. هنا التضريب بالنسبة للدوارفزم، إن ضربنا هذين الأليلين اللي هم يكونوا هيتيروزايغوس راح نشوف أول واحد ليثال، اثنين من عندهم راح يكونوا دوارف، الأخير اللي هو يكون ريسيزيف أو أي سمول لتر سمول لتر يكون نورمال. فهنا تكون الريشيو مالته يعني دوارف واحد نورمال. زين، نجي على الدومينت. الدومينت ليثال جين هذا expressed in both homozygote and heterozygotes. The dominant genes يعني من نجي ندرسها أو بنجو يدرسوها إنه صعوبة بالتعقب بالعمليات الوراثية، عمليات تضريب اللي تنتج عنها أو اللي يعني اللي تنتج بعد تضريب المصابين بهذا المرض، أو شلون نعرف الفايلوجينيتك تري أو الشجرة الجينية لهذا المرض.
لأن هنا يكون dominant، فلذلك ال populations اللي affected بهذا المرض مباشرة بواسطة أليل واحد راح يسوي يعني rapid eliminations from populations، فلذلك يكون سرعة موتهم عالية نوعا ما، تكون يعني تكون دراستهم صعبة. مثال لهذا المرض علي اللي هو عندنا الهوتكتون ديزيز، اللي هو بعض الأمراض العصبية اللي تصيب البشر، مثل أو تصيح للأتش دي ديزيز اللي هو deteriorations on mental disability، تكون خلال عمر 30 إلى 50 الشائع، وبعض الأنواع تكون خلال الجوفينايل ايج اللي هو يكون أقل من 15 سنة أو أقل من 18 سنة. هنا التضريب مثل نشوف هانتينغتون ديزيز من نضرب همين هيتيروزايغوس أشخاص مصابين، راح نشوف الناتج انه راح يكون عندنا هذا دي كابيتال هوموزايغوس، هنا دي كابيتال دي سمول دولة نص. هناك شفنا بالريسيسيف انه هذول يبقون حاملين للمرض بس يبقون عايشين، هنا لا، الحامل للصفة للأليل اللي هنا أليل واحد دي كابيتال او أليليان راح يصير بي افكتد ويصاب بهذا المرض، فقط الديسمال راح يكون شخص سليم. هذا نشوف انه وين اثر عندنا، هو اثر منطقة حساسة بالدماغ، راح يسبب لنا كل الاعراض اللي قلنا عليها اللي هي behavior disability or يعني emotional defect او يعني بالمجمل هو راح يكون تخلف عقلي، أو حتى يأثر على حركة الجسم وتعابير الوجه وكل ما يحيل للتخلف العقلي بالنسبة للشخص. يعني راح يصيب المنطقة حساسة اللي هي تكون باللون الأزرق اللي هي سترايتم، أو اللي هي تكون deep area of a brain that play important roles in movement, mood and behavior control. تريتينج مال هانتينغتون ديزيز طبعا حاليا ماكو، فقط انه اكو يعطون ميديكيشنز ميبي يسوي لنا ريبيرز للبروجريشن اوف ذا ديزيز، وهاي طبعا اكو انه هسه يطورون يعني نوع من انواع الجين ثيرابي اللي هو عبر تقنيات العلاج الجيني، وهي يعني حاليا قيد دراسة عن الفئران. الكونديشنالز ليثال جين، هاي الأورغانيزم لايف نورمالي اندر وان سيت كونديشنز، يعني هنا الكائن راح يعيش تحت ظروف او معينة نورمالي، بس من راح تكون هاي يعني تصير عندنا سيرتين تشينز انتروديوزد للبيئة مالته اللي عايش بيها راح يسبب لنا الليثاليتي ريزلت. مثل عندنا الفيفيزم اللي هو 6 لينكد اكزاكتلي اكس كروموسوم لينكد انهيريتد كونديشن، هاي تجي من ديفيشينسي بالانزيم اللي نصيح له جلوكوز 6 فوسفيت ديهيدروجينيز اللي هو حساسيه الباقلاء اللي تنتج عليه فد ديفكت بجين مشفر الانزيم معين يسوي لنا كليرنس الأوكسيديتف ستريس. الميديتيريان يصيب عادة يعني الأكثر بشعوب المتأثرة به اللي هي مثل زين نرجع أنه هو يصيب الشعوب الميديتيريان people أو African أو South Asians populations، هذا يكون شائع وخصوصا بالميدل ايست عندنا همين هواية. هنا هذا ليش سميناه، لان هو قلنا ناتج من يعني عامل مؤثر راح يدخل بحياتنا فيزيد تعبير او راح يطلع لنا تعبير هذا الجين اللي هو الليثال جينز، هو خامل بس اجى عامل معرف له
طلع للفينوتايب مالتنا وسبب لنا الهيمولايتيك انيميا اللي هي راح تكون الار بي سي يصير بيها بريكس، وسبب لنا بلوك للبلاد فيزلز، وسبب لنا كدني فيلر، وتسبب الموت. عندنا النوع الرابع اللي هو السيكسلينج الليثال جين، هذا نصيح للسيمي ليثال او سب ليثال. هذا يحمل ايضا على كروموسوم اكس اللي هو مرض الهيموفيليا، نسبة الدم الوراثي. هذا يسبب ديفيشينسي بالبلاد كلوتينج فاكتور اللي هي راح ما تخلي عملية طبيعية البلاد كلوتينج تصير بالاتجاه الصحيح، أو نفقد أحد عوامل التخثر اللي هي تعرض ذولا اللي يحملون هذا الليثال جينز. راح يكون عدم قدرتهم على يعني أو قدرة أجسامهم على معالجة الجرح بعد ما يصير، بسبب أنه هذا الأليل مسبب للهيموفيليا موجود على كروموسوم اكس. الافكتد انفيجوال عادة يكونون ميلز اكثر من الفيميلز، ولين ياخذون الاليلز from their mothers. The allele responsible for hemophilia killed semi-lethal or sub-lethal because they cause the death of only some of individual organism with affected genotypes. يعني مو كل الأشخاص الحاملية، وهنا مثل ما نشوف ال genetic cross بين the carrier mother and father without hemophilia. راح نشوف ال son شلون تأثر والداوثر صارت كارير، فلذلك هاي تنقل الأطفال بعدها. هذا أصلا هو صار مصاب وما ينقل للبعده لأنه هو محمول على كروموسوم إكس فقط. Normally clotting factor help from tuberous cup after blood vessels is injured to prevent the bleeding. This hemophilus cannot heal properly after injuries because there are low levels of blood clotting factors. يعني هنا الجسم ما راح يقدر يعالج عملية الجرح أو الضرر اللي تعرض إلى الجسم. Therefore, affected individual bleed for longer period until time clotting factor. This means that normally minor wounds can be fatal in person with hemophilia. نوبات انه ممكن يكون جرح بسيط هو اصلا مو خطر او مو كان حساس راح يسبب لنا الوفاة، لان الجسم ما له القابلية على وقف هذا النزيف.